لقيا طفلان مصرعهما يومه السبت 15 أكتوبر الجاري في حريق شب بأحد المنازل بمنطقة الحدادة بمدينة القنيطرة. وذكرت مصادر أن الأمر يتعلق بولد وبنت شقيقين يبلغان على التوالي 12 سنة وعشر سنوات، توفيا متأثرين بالإصابات الخطيرة التي طالتهما. هذا ولم تفلح الإسعافات التي قدمت لهما بالمركز الاستشفاء الإقليمي الإدريسي بمدينة القنيطرة في إنقاذ حياتهما، فيما لا يزال طفل تالت يتلقى العلاجات بمصلحة المستعجلات. ورجحت المصادر أن يكون الحريق ناتجاً عن انفجار شاحن هاتف محمول.